بالله من كل شيطان، وبسم الله بسم رحيم رحمن رب عالم خالق من الأكوان، صلاة وسلاما على النبي العدنان، صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد ابن عبد الله رفيع المقام السخي البنان. بدأت ببسم الله والحمد أولا، بدأت ببسم الله والحمد أولا، صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أحباب محمد خير الصحاب وخير من تلفع في سياب وخير من مشى فوق التراب وخير من ضمه التراب وخير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه، ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه، ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه، وضمه إلى حضرته البهية وأدناه وأدناه وأعطاه حتى أرضاه وأعطاه حتى أرضاه، فقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة يا ربي ترضيه وترضيك عنا يا رب العالمين. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، هيا بنا لنعطر المكان بآيات الرحمن القرآن الكريم. القرآن الكريم معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ اللامع المشهور المجيد الشيخ ممدوح جودة سعد، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رزنا مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، يتفضل فضيلته منا مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنود الجن والإنس والطير فهم ينزعون. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وهم لا يشعرون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله الله ويعلم ما تخفون وما تعلنون صدق الله العظيم. ألا يسجدوا لله
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. إنه من سليمان. إنه من سليمان.
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين الله أكبر الله يكرمك يا سيدنا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري فانظري ماذا فانظري ماذا تأمرين قالت إن أولوك إذا دخلوا قرية
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه ارجع إليه ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم. ذهن نول لما تجلت آية الهدى وأدى الزهور السعدي خدا مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحنا مخلدا. وهكذا أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمعنا واستمتعنا من كتاب الله الكريم آيات الله البينات تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية رزنا مركز زقازيق محافظة الشرقية قصر الضيافة المتنقل الذي كمل وجمل
بأحدث تقنية في عالم الفراشة، فراشة وإنارة علم الجمهورية، الحاج محروس الصغير تحت إدارة الحاج خليل محروس الصغير المقيم بالمجاورة 15 بمدينة العاشر من رمضان. خدمة النت العالمية عبر العالم، فهي لعميد مصوري مصر المهندس ناصر صلاح تحت إدارة المهندس صلاح ناصر صلاح والمهندس محمد ناصر صلاح بشارع وادي النيل بمدينة الزقازيق، مونتو كارلو، الإذاعات الخارجية المتنقلة عبر المحافظات، إدارة الحاج محمد الخولي المقيم بالعوزجية مركزيه بمحافظة الشرقية. أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة جميعهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من أتى وقدم واجب العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بوسع رحماته. أيها السادة، شكر الله مسعاكم جميعا.